مغسلة الأموات كانت بتعمل شيء عمره ما يخطر على بال حد. كانت بتاخد مية الغسل بتاعة الناس اللي بتغسلهم علشان تعمل بها سحر أسود وتأذي بيها ناس كتير، لكن نهايتها كانت أسوأ نهاية ممكن تتخيلها. تعالوا نشوف الحكاية للنهاية ونشوف إيه اللي حصل بالظبط في قصة النهاردة. لكن قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن تسعدونا بالاشتراك في القناة والإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. بنت مغسلة الأموات بتقول: أمي تعتبر المغسلة الوحيدة في بلدنا اللي بتغسل الستات الأموات، ومفيش جنازة بتحصل في البلد إلا وأمي لازم تكون حاضرة وتغسل الجثة بنفسها، وكانت ما بتحبش تاخد فلوس من أهل الميت، ممكن تاخد مرة وعشرة لأ. ورغم كده كانت أمي بيكون معاها فلوس كتيرة دايما، ومحدش كان عارف هي بتجيب الفلوس دي منين ومصدرها ايه، بس كانت بتتعمد دايما قدام الناس تبين انها فقيرة ومش معاها حاجة خالص، وفي نفس الوقت محفظتها دايما مليانة فلوس. ولما انا كبرت ووصلت لسن 16 سنة بدأت أخرج معاها علشان أورث منها الشغلانة، وكانت دايما بتوصيني إن أنا لازم أتعلم الكلام الحلو ولازم أكسب ثقة الناس وحبهم، لأن شغلانة زي دي بتكون كلها قلق وتوتر ومش سهلة خالص. وغسلت مع أمي أكتر من مرة، بس كان في حاجة غريبة جدا لاحظتها وانا بغسل مع امي، وهي ان امي بتملأ ازازتين من مية الغسل وتخبيهم في شنطتها اللي بتكون فيها الكفن والمسك واحتياجات الغسل. ولما بدأت الاحظ واسألها قالت لي: اوعي تجيب السيرة دي قدام اي حد مهما حصل. وفعلا ما تكلمتش مع حد، بس الفضول كان هيموتني يوم بعد يوم، وعاوزة اعرف امي بتعمل ايه بمية الغسل دي. المهم ان انا عرفت لما كبرت شوية ان المية دي ليها استخدام خطير جدا في السحر، وإن السحرة بيدفعوا فيها مبلغ كبير قوي. ومشيت مع أمي لحد ما وصلت في النهاية بعد ما كنت براقبها على طول، وعرفت إنها بتبيع المية لحد مشهور جدا ومعروف إنه دجال، ودجال شرير جدا. أنا واجهتها وقلت لها إن أنا عرفت هي بتعمل إيه بالمية، ولما واجهتها قالت لي كل حاجة، ولما حاولت أفهمها إن ده حرام قالت لي ده مش حرام، قالت لي إن إحنا بالمية بنساعد ناس مكروبة وناس مهمومة والشيخ بيفك بيها أعمال. أنا ما كنتش مقتنعة بكلامها تماماً، بس عديت الموضوع وسكت لما قالت لي ان هي هتعمل لي نسبة من الفلوس اللي بتاخدها، وبقيت انا اللي باخد المية بنفسي من غير ما حد ياخد باله. وخلاص انا كبرت دماغي وبقيت انا اللي بسهل لها المهمة، بقيت اسهل لها انها تاخد المية من غير ما حد ياخد باله.
لأن في أوقات كتيرة بيكون معانا ناس من أهل الميت ساعة الغسل، فأنا كنت بشغل اللي بيقف معانا، وأمي تاخد المية بتاعة الغسل وتملى الإزازتين وتحطهم في الشنطة، لحد ما في يوم من الأيام ناس اتصلوا علينا ورحنا لهم علشان نغسل الحالة، ورحنا وملينا الإزازتين وخلصنا الغسل. لكن حصلت مفاجأة كبيرة وإحنا خارجين من أوضة الغسل، لقينا ست قعدت تصرخ على واحدة صاحبتها وقع على الأرض ومغمي عليها، فواحدة منهم خدت الشنطة من إيد أمي وطلعت أزايز المية وشربت الست اللي مغمي عليها. أنا اتصدمت من تصرفها وخفت لا تكشف السر، وفعلا شربت منها. مشيت أنا وأمي ورجعنا البيت، رجعنا وإحنا مرعوبين لحد يعرف السر أو الست اللي شربت تحصل لها حاجة. تاني يوم جت واحدة ست لأمي عند البيت وقالت لها إنها شافت أمي أكتر من مرة عند الدجال، وعارفة موضوع المية كويس جدا، عارفة إنها بتاخد مية من غسل الأموات، وهي اللي خلت الست بتاعة امبارح تصرخ وتترمى في الأرض علشان تتأكد إن احنا فعلا معانا مية الغسل في الشنطة بتاعتنا، وهي دلوقتي معاها الدليل إننا بنسرق مية الغسل، وكل الستات شاهدة بكده. ولو خبر زي ده انتشر في البلد كل الناس هيقتلونا ويحرقوا بيتنا. المهم أمي حاولت تهاودها في الكلام، وعرفت في النهاية إنها عاوزة فلوس، وعاوزة فلوس بشكل مستمر، يعني كل ميت نغسله هتاخد نص الفلوس اللي بنبيع بيها المية. ولو ما عملناش كده كلها ساعات، والناس يحرقونا ويحرقوا بيتنا لما يعرفوا اللي احنا بنعمله. انا قلت لأمي احنا لازم نهرب من البلد وكفاية لحد كده، بس المشكلة لو اهل البلد شافونا واحنا بنلم اغراضنا وماشيين وسايبين البلد هيسألوا عن السبب ويعرفوا السر ويقلبوا علينا الدنيا كلها. أنا قعدت أسبوع مرعوبة ومش عارفة أعمل إيه، لحد ما أمي قالت لي جملة غريبة جدا، قالت لي إحنا مش هنخرج من البلد، هي اللي هتخرج منها. لحد ما في يوم جالنا خبر موت واحدة ست، فروحنا علشان نغسلها، لكن أمي اشترطت إن هي تغسلها وما يكونش حد من أهل الميت معانا في الغسل. أنا ببص لقيت الست اللي هددتنا هي اللي ميتة، وشفت علامات الفرح على وش أمي، وعرفت إن أمي هي اللي قتلتها واتخلصت منها. أمي بدأت تغسلها، بس المصيبة إن أمي غسلتها بمية مغلية من كاتل الشاي لحد ما سلخت جلدها وكسرت إيديها ورجليها. أمي كانت بتنتقم منها لأنها هي اللي هددتنا، بس كان الانتقام صعب جدا. أنا كنت واقفة مرعوبة. خلصنا الغسل وكفناها ورجعنا بيتنا وأنا ميتة من الخوف. أنا بفتح التلاجة بتاعة البيت ما لقيتش عندنا مية خالص، نزلت محل جنب البيت أشتري شوية مية، بس الغريب إن أنا سمعت هرج ومرج مش طبيعي في الشارع. رحت أشوف في إيه، لقيت واحدة بتشدني بعنف جوه بيت
ولبستني شال اسود علشان تخفي ملامحي، وقالت لي الناس بيحرقوا بيتكم وهيقتلوا امك، ولو شافوكي هيقتلوكي انت كمان. انا خرجت اجري وانا متخفيه ناحيه بيتنا، لقيت اهل البلد كلهم قدام البيت بيحرقوه وبيولعوا فيه، ومسكين امي ربطنها بالحبال في مشهد رهيب وبشع، وانا مش قادره اتدخل او اقرب منها او اقول اي شيء. وقدام عيني سمعتهم بيقولوا انهم وهم بيدفنوا الست في قبرها وشايلينها على ايديهم لاحظوا ان جسمها سخن قوي، وابنها لما حسس على دراعها ورجليها لقاهم مكسورين، وكشف على وش امه لقى جلدها محروق بمية مغلية. خرجوا يجروا من القبر وهم مش فاهمين اي حاجة، مش عارفين ده ايه، لحد ما في واحدة كانت عارفة حقيقة الست المغسلة وعرفوا الحقيقة بالظبط. اللي حصل ده خلى اهل المتوفية واهل البلد كلهم يصوروا وقتها، وقدام عينيا حرقوا بيتنا وقتلوا امي. انا ساعتها افتكرت ربنا سبحانه وتعالى ورجعت الوعي تاني. بس امتى افتكرت ربنا؟ امتى اللي انا كنت نسياه وانا بسرق مية الغسل وبعاون ساحر كافر على أذية الناس؟ افتكرت ربنا اللي كنت بقبل على نفسي فلوس حرام؟ اتأكدت وقتها ان ربنا سبحانه وتعالى شايف كل حد بيعمل حرام بس بيمهله ويديله فرصة تانية لانه ممكن يتوب او يرجع قبل ما ربنا يعاقبه ويخسف به الارض او يفضحه؟ علشان كده اوعى تقبل اي مصدر للفلوس الحرام مهما حصل، سواء كانت رشوة او ربا او سرقة او تجارة حرام. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام.